السلام عليكم ورحمة الله. احنا دلوقتي يا جماعة خارجين، جنة وتوتة عند خالتهم من بدري، يا جماعة قررت انا واحمد ان احنا نخرج هنروح لجنة وتوتة ونشوفهم بيعملوا ايه وهنجيبهم ونيجي، بس هنقعد معاهم شوية. يلا بينا. يلا يلا. حاسب يا احمد حاسب، انتوا بتعملوا ايه؟ ازيك يا نور؟ الحمد لله. هتولعوا والله بجد؟ يا نهار ابيض، ايه انتوا بتعملوا شاي؟ شاي بحكيكم اعمل معاكم شاي. ازيك يا حاجة جنى؟ وانت يا رقية؟ ازيك يا رقية؟ انت اللي قاعدة تخدم عليهم ولا؟ هو النور كان قاعد هنا اصلا. جميل. طب ابعد عن النار يا جنى، ابعد عن النار. احنا لسه هي طافية. هي طافية اصلا. هي عايزة نار، عايزة نار جنبي. احنا ولعناها كل شوية. انتوا بقى من العصر انتوا قاعدين هنا؟ لا. يا حاج. ها؟ كسر خشب. خليكوا قاعدين كده، شكلكوا جامد بصراحه، شكلكوا روعه. احمد هيتجنن من الصبح عشان يجي لك. بص الدخان طالع، انا داخله جوه. انتوا ناقص لكم بقى اياس وتقعدوا وتجيبوا بطاطس. بطاطس نجيب اهو، بس عشان نجيب بطاطا هتجيبوا بطاطا. وهنا يا جماعة أحمد بيلعب مع أحمد التاني ابن خالته، وجنة قاعدة هناك بتولع، هيولعوا يعملوا نار على يعملوا نار ويحطوا عليها شاي وبطاطا وبطاطس. وكانت قاعدة بصراحة حلوة، الجو برد بس بصراحة كان النار مدفياهم وكان يوم جميل. حسب النار ابعد ابعد يا بختكوا، قاعدين تدف جو برد. صح يا جنة؟ سايباني كده طول النهار؟ سايباني وقاعدة مروعة على نفسك؟ طب ما انت بتدفى وانت كمان. حاسب احمد وانا لا 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 هتتعور انا اللي كنت واخدها. هات واحدة غير احطها. لا مش هيطلع يا ولادي، بيقولوا عليا. ماشي ماشي. يا جماعة عملنا شاي الروكيا كان حلو. طعم حلو. خد يا توت. شكرا ماما. نعم. رجعنا بيتنا تاني يا جماعه، وجنى وتوتا جم معانا وخرجنا وزبطنا وشربنا شاي وبطاطس وبطاطا. لو عجبتم الفيديو يا جماعه اعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وصليتوا فيديوهات حلوه.